تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ حفظك الله وبارك فيك، بعث الله الرسل بالهدى ودين الحق وأيدهم بالمعجزات والبينات. ما بعث الله نبيا بالسيف، ولا بعث الله نبيا بالمال، وإنما بالدليل ليقتنع من يريد الدليل. لكن هناك مغالطون، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فنريد حفظك الله شيئا من هذه البينات لتثبت إيمان الذين آمنوا ويزدادون هدى، ولتقام الحجة على الذين في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض، والعياذ بالله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. كما تعلم أبا أحمد في شريف علمكم أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم آية في الكون، حتى تغيرت الأبراج والفلك، واتت آيات مرئية في السماء والأرض وفي الإنسان والجماد والحيوان. مصدر الوحي هو من السماء. نعم. وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كان الكهنة والمشعوذين يقتربون من واسطة أوليائهم من الجن، والجن يقتربون من السماء، لأن عندهم القدرة إلى الذهاب عاليا واختطاف بعض كلمات الغيب. فلما بعث صلى الله عليه وسلم طوقت السماء وحرصت بالشهب، وأصبحت الشهب ترمى بها الشياطين فيحترقون، وحس الجن أنه تغير في الكون شيء، أنه في حدث. نعم، أنه حدث في الأرض شيء. اقتربوا من السماء أحرقوا، أصبحوا يأخذون مقاعد، يقتربون من مقاعد يرمون بالشهب. قالوا وأن، يقول الجن، وأن لما لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الله أكبر. قالوا وأن كنا نقعد قبل البعثة وقبل الوحي منها مقاعد، كان طبيعي. نعم. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، يعني مرصود له الشهاب يحرقه. الله أكبر. فلما أقفلت عليهم أبواب السماء تغير الآن بمبعثه صلى الله عليه وسلم، حرصت السماء حتى لمبعث هذا الإمام العظيم صلى الله عليه وسلم. عظيم، عظيم. لأن الوحي محفوظ من عند الله عز وجل، وحررت العقول من الخرافات. نعم. والدجل والكهانة، انتهى أسباب الشر وأسباب الكهانة والشعوذة والدجل، قطع. عظيم. من هناك ما أصبح ينزل للحق صرفا، ولا ينزل للحق صرفا، لكن الشياطين كانوا يصعدون فيموهون على الناس، كما يقول صلى الله عليه وسلم يسمع الكلمة فيزيد عليها تسعة فيقرها في أذن وليه، كما تقر الدجاجة عند بيضتها، ويقرها ويزيد عليها 99 كذبة. الله أكبر. فلما بعث صلى الله عليه وسلم طوقت السماء، حرصت، أصبح وحيا صافيا لمبعثه صلى الله عليه وسلم. الجن لما حصل هذا قالوا لابد أنه حصل في الدنيا شيء، في الأرض شيء، لا يمكن إلا أن يكون هناك حدث. انتشروا وكانوا يتشاورون في نصيبين في اليمن، فانطلقوا يتشاورون، كل يذهب على وجهه ليصطاد الخبر. الخبر. نعم. وفي 7 و8 انطلقوا فرقة منهم إلى اتجاه مكة، وفي وادي نخلة سمعوا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد ما رده أهل الطائف من الطائف، ولم يدخل مكة. اقتربوهم يسمعون القرآن، اقتربوا ونادوا أصحابهم، فاقترب وامتلأ الوادي وأصبحوا صفوف ولهم جلبة، حتى كاد يلتصقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. سمعوا الحق وسمعوا الرشد وسمعوا كتابا يقول ما سمعنا، هم جن، وحتى هم تذوقوا القرآن، ليسوا بإنس ولا بعرب، وأن سمعنا القرآن عجبا. قال العلم عجب في تفصيله، عجب في فقراته، عجب في وحيه، عجب في سياقه، عجب في القضايا التي أتى بها، عجب في هذه الدلائل والبراهين التي فيها، عجبا.
عجبا، حتى الجن يذوقون، حتى الجن يعرفون، حتى الجن يفهمون، حتى الجن يتمتعون بهذا، يهدي إلى الرشد. عظيم. فسمعوا وأسلموا وأعلنوا الوحدانية لله وأعلنوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما انسلوا انطلقوا منذرين، ما جلسوا دعاء، ما تلبثوا، أصبحوا دعاء من تلك الليلة. يا قومنا، يا قومنا، ولوا إلى قوم منذرين. يا سلام. وهذا شان المسلم إذا سمع الحكمة وإذا سمع العلم وإذا اتجه إلى الخير، أن يدعو أبناء وإخوانه بجنسه أمانة في علبة. إذا كان الهدهد سمع كلمة وخطابا في التوحيد ووصل له إلى الملك بلقيس في اليمن ولم يتأخر وأنذر حتى الله سبحانه وتعالى شرفه بذكر اسمه في القرآن، النملة أنذرت وحذرت وأخبرت، وهذه من معجزات صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ترى أن النملة لما تكلمت ما أخبرنا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لسليمان، قال يا أيتها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فأنذرت وحذرت واعتذرت فهذه من معجزات، نعم، من معجزات صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كان الناس في الماضي بناء على أن الأديان التي نزلت لم تبقى من التحريف وتدخل أصابع البشر والإضافات والكتابات المزورة التي ليست من عند الله، كما قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا. طبعا قالوا هذا خرافة. لما تحرر العقل البشري ظنوا أنه في عصر العلم أنه الإسلام مثل الأديان المحرفة، وأنه لن يكون له وجود في عصر العلم، وأنه سيختفي وسيرفضه الناس بعد تحرر عقولهم ورفضهم للخرافات. وحينما جاء العلم بيعني أجهزته وآلاته ومنجزاته ومخترعاته وما يعني حصل من انفجار معلوماتي، يعني سبح الإنسان في الفضاء وغاص في الماء وفجر الذرة وطوع الكهرباء وأحدث يعني تغيير في الكون، وإذا بالعلم الذي جاء يخضع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المعجزات العلمية. من ذلك أمر ما كان الناس يفهمونه، وهو قضية الذباب. الذباب من أحقر المخلوقات والحشرات. أي نعم. والله عز وجل أخبر أن الذين يشركون بالله ويدعون غير الله يدعون من لا يملك شيء، إيه نعم، ومن لا يستطيع أن يخلق شيء، إيه نعم. قال: يا أيها الذين، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآن لو اجتمعت أمريكا بما فيها من ذرتها وجامعاتها وروسيا والصين والعالم كله، العقل الإلكتروني الياباني، والله ما يستطيعون يخلقون ذبابا، لأن الذباب فيه سر خلق الله. هم يستطيعون يسوون ذباب من بلاستيك، اي نعم، لكن يطير ينفخ فيه الروح، هذا من خصوصيات الله. لن، وهنا لن، هنا يسمونها لن الزمخشرية الأبدية. ولو اجتمعوا له، طيب هذه واحدة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا الذي حار فيها العلماء في الماضي، قالوا كيف يعني الذباب يسلب؟ ولا أثبت العلم الآن بعد تحليل وتشريح الذباب أن الذباب ليس عنده معدة، وأنه بمجرد أن يقع على أي شيء من الطعام يتحلل في فمه ويذهب دم في دمه طوالي، ولا يستطيع أي قوة على أن يستخرجوه منه. ليه؟ لأن ما هو موجود في مخزن بحيث نستطيع بعد ما يتحول إلى مادة ثانية، يتحول لمادة ثانية كيماويا كذا إلكترونيا بدون لا يستنقذه منه. أي، ضعف الطالب المطلوب. والمطلوب من الطالب؟ الإنسان. والمطلوب من هو؟ الذباب. فهذه من أسرار إعجاز القرآن الكريم وإعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن الذي أخبره صلى الله عليه وسلم بأن الذباب هذا لا يمكن أن يستنقذ منه شيء بعد أن يأخذه؟ أيضا حديث في الصحيحين كما تعلم حفظك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليرفعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كان الشراح، شراح الحديث، يقولون عندما يمرون على الحديث: الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن العقل لا يتصور أن في الذباب دواء، الذباب داء كله، وهو من الحشرات الناقلة لكثير من الأمراض. جاء العلم وأجريت تجربة علمية في إحدى الجامعات السعودية، وجيء بذباب وجيء بإناء معقم تعقيم كامل ما فيه ولا أي جرثوم، وأخذ الذباب وغمس غمسة واحدة ورفع بالملقط،
ثم أخذت عينة من هذا الماء وحللت، فوجد أن الماء تلوث بآلاف وملايين الجراثيم من غمسة الذباب. ثم بعد لحظة أعادوا الذباب مرة ثانية إلي الماء، ثم رفعوه وأخذوا عينة من هذا الماء وحللوها، فوجدوا جميع المكروبات والجراثيم التي كانت موجودة قد ماتت بالغمسة الثانية، فصلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو الإعجاز، وهذا هو الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات ربي وسلامه عليه. نحن نؤمن به ونشهد أنه رسول الله، ونترجم هذا الإيمان في عقيدة صافية، وفي خضوع واستسلام لشريعة، وفي تعامل يعني عمل، ولا عندنا أي شك، لأننا لا نتبع إلا الحق ورسول الحق صلوات الله وسلامه عليه. بسأل الله يجعلنا وإياكم من أهله. اللهم أمين. جزاكم الله خير. شكر الله. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، يعجز عنها الناس. يجري الله هذه المعجزة على أيدي أنبيائه ورسله لتكون دليلا وبرهانا ساطعا على أن هذا الرجل الذي جاء بهذه المعجزة إنما جاء بها من الله. وفي المعجزة دليل على صدق المرسول وهو الرسول أو النبي، وعلى أيضا وجود المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا بعث الله عز وجل الرسل بالبينات، قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالبراهين الواضحات التي تدلل على أنهم رسل من عند الله عز وجل. وهذه المعجزات مبثوثة في الكون، في الآفاق، وفي أنفسنا، وفي أيضا ما جرى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وما وقع من أحداث أثبتت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما جاء في هذه المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم، والذي قال الله فيه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن به البشر، وإني أوتيت القرآن، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الذي تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هي الملايين في شرق الأرض وغربها، في كل جيل وفي كل بلد وتحت كل سماء وفي كل زمان ومكان، يحصل منها الهداية والاستجابة بعد أن ترى معجزة القرآن الكريم، المعجزة الخالدة، وبعد أن تطلع على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أجل، كان إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل قبله بالمعجزات والخوارق إنما لتثبيت الإيمان في قلوبهم، ولي يعني إشعارهم بأن هؤلاء رسل، وليتميز الرسول الصادق من المدعي الكاذب الذي يظن أنه يقول أنه ويزعم أنه رسول وليس برسول. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح، حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح.